and with the available resources to demonstrate that you have adequately expertise and experience to undertake the project. يعني ضروري يكون مكتوب كذا بشكل قوي تمام وطريقة صحيحة و... يعني مرة في حيد الأفضل بعد ما خلصت الدكتوراه واحد من الزملاء قال لي كمان لي تخصصان زي ميكانيكية قال لي اعمل لي بروبوزل فرحت عملت له بروبوزل في الطاقة الشمسية وكان بروبوزل قوة يتشغلوا بناس من الفيزياء ومن الهندسة الميكانيكية ومن الهندسة الكهربائية هذا مجرد قمنا نستناو الجامعة الهندية قوية بعدين طلبوا لنا المقابلة قالوا قولوا بنعمل لك البروفيسور يا الله مع صاحبي لأن لما يجي يسألوا الناس يسألوا مش فاهم يعني هذا البروفيسور عملوه واحد فاهم يعني واحد فاهم بالموضوع لما يجي يسألوا الناس يسألوا ما عندوش كيف نعمل كود البروفيسور لا بالنسبه للمعلومات ما عايز لا اخر انت تعمل بروزر يعني انت تشتغل على الحاجه كيف سيري قوم كيف تعملوا ولا ما اعتقد ما قبلوش واتش سكيل ار ريكويرد فور ريسيرش بروزر رايتنج ريسيرش ان جيجز ا نمبر اوف سكيلز ذيس سكيلز كان بي جروبد انتو ذيس كلاسترز سبجكت نوليدج ضروري يكون عندك معرفه في المكتوب الحق الموضوع العنوان الرئيسي ضروري يكون معك عنوان يعني تكون فاهم فيه. The proposal gives you an opportunity to exhibit your mastery of subject knowledge and familiarity with current research trends. في هذا الموضوع نفسه. الريسيرش في هذا المنظر هنا قوصل. Critical thinking skills. A good research proposal displays evidence of advanced analysis. كيف يعمل الاناليسيس؟ Evaluation and synthesis skills. As well as creativity and the ability to combine vertical and lateral thinking. يعني معناته من خلاله تقدر تقرار الشخصية اللي قربته. Communication skills also. يعطيك. The proposal displays your ability to express yourself in a precise and concise language. ضروري يكون يعكس هذه الحاجة الثلاثة. What should you include in the proposal? كيف نكتب التايتل؟ ولا نعمل له abstract. تمام؟ This is just a tentative temporary يعني بالاخر العنوان اقول له قد ممكن يتغير. Title for your intended research. You will be able to revise your title during the course of your research if you are accepted for admission. Admission يعني قبلت. تمام؟ It should be concise and descriptive. Title يعني زي ما التايتل حق الله. بس يقول لك انه هذا قابل للتغيير عادة في كثير من الجامعات يقول Abstract. The proposal should include a concise statement of your intended research of no more than 150 words. ما تزيدش على 150 كلمة لأنه هو أصلا كله يكون 3 إلى 5 صفحات. فما نقولش نعمل abstract من 1 صفحة. يعني يطلع لي 300 400 words. يعني خلاص 150 words تقدر تشرح فيه الخطوط العريضة. This may be a couple of sentences setting out the problem that you want to examine or the central question that you wish to address. وايضا تعرف للايش الحلول الممكنه. Research contest. You should explain the broad background against which you will conduct your research. يعني هذا قد يكتب لنا بطريقه اخرى overview, outlines, introduction. تمام تشرح لي بقول ايش؟ Background against which you will conduct your research. You should include a brief overview of the general area of study. يعني اذا انت بتستخدم طريقه معينه لحل اي مشكله ضروري تعمل اوفر فيو على الطرق الكليه وفي نفس الوقت تعمل هايلايتس لحق الطريقه ليش استخدمتها وين الكونديشن اللي خليتك تستخدم الطريقه حقا باختصار من خلال الكلام يفهم زي ما شفنا من الامثله اللي فوق summarizing the current state of knowledge هاي اخر ما وصلنا له ايش العلم and recent database او debates on the topic يعني في مواضيع لا زالت الناس يقولوا النتائج تخرج كذا والناس تخرج ايش؟ كذا. يعني هذا يسمى لا زالت مواضيع نقاش ممكن انت تدخل وتظل بميزك من كيس الناس. ما قد وصلت الى انها اصبحت ثوابت بعض المواضيع. This will allow you to demonstrate a familiarity with the relevant field. As well as the ability to communicate clearly and concisely.
قابليتك انك تقدر تتواصل وعيش بطريقة صحيحة. Research questions. روي اذا تشرحهم. The proposal should set out the central aims and questions that will guide your research. Before writing your proposal, you should take time to reflect on the key questions that you are seeking to answer. يعني يمكن تحدد أربعة أسئلة، خمسة أسئلة المفروض أن البحث فقط يجاوب عليها، بعدين ترجع تعمل لهم filtration بحيث أنك تعمل الأهم أو ترتبهم من حيث الأهمية، وبعدين ترجع تصيغ الجمل حقك يا إما بشكل problem statements ولا على شكل questions. طبعا يفضل أنه يكون على شكل statements كبحث. تمام. Many research proposals are too broad. يعني واسع جدا. So reflecting on your key research questions is a good way to make sure that your project is sufficiently narrow and feasible. أقول لك لما تعمل الأسئلة ما بقيش برود أفضل. One that is likely to be completed within the normal period for a master engineering and management degree مثلا. For example. يعني زي ما قلنا إذا كان ماستر ضروري ما نشطحش فيه بو بحيث انه يحتاج له وقت كثير. اذا كان دكتوره لو توسع عادي شويه. You might find it helpful to prioritize one or two main questions. تعمل اولويه لواحد ولا اثنين من الاسئله وانت تشرح الكلام. From which you can then derive a number of secondary research questions. يعني معناته بنقسمهم الى primary وزي ما قلنا وايش؟ Secondary. The proposal should also explain your intended approach to answering the questions. Will your approach be empirical, doctrinal, or theoretical? لا. يعني كيف بيكون حقك؟ هل بيكون empirical يعني تطبيقي ولا theoretical؟ دكتوراه شو عاد يقصد؟ كانوا يقصد كانوا موضوع دكتوراه وزي كده. ايه معناها طبعا يكون اوسع. What should you include هذه ريسيرش كويتشن كان احنا بينه ريسيرش ميثودز. تمام ضروري يكون بحاجه اسمها ريسيرش ميثودز. يا اما نعمل له مخطط علشان نختصر الحاجات نعمل له مخطط يعني اللي هو زي ما ذكر حق البروجكت مانجمنت اللي هو مخطط يعني الستبس حقه. تمام هذا احسن حاجه يختصر لك الحاجات وايضا يعطي البروبوزال حقه. يعني في حاجات بيمشين على التوالي وفي حاجات بيمشين توازي وبيلتقين في نقطة معينة لا ما تنتهي. يعني تعمل لك مخطط. أول حاجة بتقول ويل ستدي ذا ريليفانت كورس. تمام؟ بعدين بترجع تختار المشكلة بنقرأ الليبرات اللي كذا بعد ما نخلص الكورسات وبعدين بنروح المعمل بتعمل لك ايش خطوة. وبعدين بتعمل الريدنج على أساس إنه الريدنج على طول. Literature review على طول وانت تقرأ وهكذا. The proposal should outline your research methods explaining how you are going to conduct your research. يعني ما هو؟ Your methods may include خلاص طيب احنا بنخلص بسرعه ولا شيء. Your methods may include particular libraries or archives, file work, survey or interviews. ضروري نشرحها. ما هو ليش تعملها؟ هل بتروح تجارب عمليه؟ هل بتعمل على اساس عمل جماهيري؟ هل بتعمل دراسه استقصائيه؟ مقابلات؟ كويتشنيرز كذا؟ ضروري تشرحها. يعني بعد حقك تحتاج كويتشنير ضروري بالبروبوزال تكتب انك تحتاج كويتشنير وتعمل الخطوط العريضه حق الكويتشنير. ايش اللي تحتاجه؟ مكان مكان البحث المكان اللي تعمل فيه الدراسه ضروري ان تصفه بالبروبوزال. Most research is library based. If you propose research in libraries, you should explain where your key resources, law reports, journal articles are located in the law schools, library, waste, law. If you plan to conduct field work or collect empirical data, you should provide details about this. يعني في بعض الداتا بتاخذها من الليتريشر وبعضها بتاخذها من او بتثبتها بالمعمل او بتاخذها من الكويتشنير ضروري ايش؟ توضح يعني تكون الملامح اقل ميثودولوجي بعض. This section should also explain how you are going to analyze your research findings. كيف بتحللها؟ ما هي الطرق اللي تستخدمها؟ هل بتستخدم مثلا statistics؟ تشرح بتقول يعني هي واحد باراجراف ولا اثنين باراجراف انت بتشرحها يا شباب. علي كذا بتشير له. Significance of research.
عشان هدفنا بقى. The proposal should demonstrate the originality of your intended research. Should therefore explain why your research is important by explaining how your research builds on and add to the current state of knowledge in the field, or by setting out reasons why it is timely to research your proposed topic. هل هو الوقت المناسب علشان الآن نعمل حق البحث؟ أو تقول إنك تغطي فجوة من ضرورية عمل significance. Plan of works الخطة time schedule ضروري أيضا إيش؟ يحدد. You should include an outline of the various stakes and corresponding timelines for developing and implementing the research, including writing up your thesis. بايوجرافي يعني تقدر تعمل ريفرنسز بس ما مش كثير ولا كثير. ضروري تكتب ليش؟ أهم الأبحاث في حقائق التوبيك بالضبط. The proposal should include short bibliography in the identifying the most relevant works for your topics. تمام؟ ما نروحش هنا بالبروبوزال تقوم تعمل لك ريفرنس للويكيبيديا على طول يشطبوا على حقائق البحث. لأنه الويكيبيديا ما هوش مسموح. فكيف تقول لي تجي تعملها ايش؟ بالبروبوزال. البروبوزال تعمل ريفرنسات. الريفرنسات تكون موثوقة ومنشورة بمجلات قوة. ضروري تختارها بإعلان. واضح؟ بنوضح لكم في الليتريشر ريفيو كيف واحد يختارهم، كيف تعرف ان المجله هذه قوه ولا مش قوه. طبعا المجلات الكبيره اللي الامباكت حقها 30 او 30 40 مجرد ما ينزل البحث حقه يعني عاد له شهر شهرين قد تطلبوا 40 50 100 واحد قد يعملوا له ريفيو. فدكتور ممكن يوصل الامباكت 30؟ في بعض مثلا في تخصصات الكمبيوتر الامباكت قليل، لكن في التخصصات الهندسيه في مجلات 45، في مجلة اسمها ساينس، مجلات نيشر هذو أقوى مجلات. تمام. في المجالات الطبية بقوله 70 و100 هذا أقوى. فطبعا لما تنشر في أي مجلة من مجلات نيشر تصبح فينومينال ما يقولوا هو صاحب نيشر، ما حد يقدر ينشر مش من أجل نيشر. يعني ضروري تنشر حاجة يعني حاجة جديد وعادة قوة. وعادة طبعا ما يرضوش، يعني مثلا حتى لو انت حصلت حاجة جديد اللي اكتشفت تنشرها من اليمن ما يرضوش. من اليمن؟ ايوه، لانه اصلا يعني يقول لك هذه الدول ربما يلعبوا بعض الاحيان يعيدوا التجارب هم ويتاكدوا. ايوه. المحاضرة القادمة بتزيح هذا الغباش، ليش احنا باليمن ما يرضوش ينشرون الابحاث، ليش حتى في الهند وفي كذا. يعني من درجة لدرجة، لكن احنا الدول العربية آخر شيء. يعني لو في مجلة قوية يعملوا عليك 100 علامة استفهام لما ترسل لهم مجلة. يعني ما ينشروا لكش اللي تتأكدوا 100% ما يشتغل. طبعا هذه التيبل اوف كونتنتس طبعا هي اللي تعرف لك ما طلع منها قابلة. البروبوزال ابستراكت، انتروداكشن، بروبلم ستيتمنت، بيربوس اوف ستدي، سيجنيفيكانس، ميثودولوجي، ريسيرش ديزاين، انسترومنتيشن، معنى الانسترومنتيشن، ميشرمنتس اللي تستخدمها، داتا كوليكشن اناليسيس، ريليفانت انستتيوشنال ريسورسز، بادجيت، الميزانيه، وهذا ممكن ايضا تكتب التايم والريفرنسز. هذا واحد عامل له 16 صفحه عشان كذا، بس هو يفضل انه يكون اقل. لا 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 بروبوزال اقل من 16 صفحه. How long should be proposal be؟ يقول لك should usually be around 2500 words، يعني من 4 إلى 5 صفحات في ذي الحدود. It is important to bear in mind that specific finding bodies might have different word limits. يعني طبعا لو كثر ما حد يقرأه. يعني واحد عمل له خطة عمل له 3 4 صفحات ليش تزيد؟ يعني بحيث لو واحد كذا بنص ساعة يعرف ايش تبعه. صح. كثرت به انت تحسب انه مليح بس بعض الاحيان مش مليح. فزي ما درسنا اليوم هذه كيف بروبلم ستيتمنتس، كيف نحاول نكتب هذه الجمل الباراجرافس بطريقه صحيحه. ايضا عادوا في مش اللي في البيبر ولا في البحث، في البروبوزال عادة ضروري تكتب بشكل ادق، لان احنا نحاول نختصر قدر الامكان. كل شيء بنكتبه بالبحث في البروبوزال عادة ضروري نعمل له فوكس اكثر، لانه معناته انت تحاول تختصر الكلام كله بجمل اقل او بباراجراف اقل، بس ايضا يكون ايش؟ وصل المعلومه. وبكذا نكون وصلنا الى نهايه محاضرات اليوم، نلتقي ان شاء الله يوم الخميس.